اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل مع بعض النهارده انسيال او اسوره بالكروشيه. طريقه سهله وبسيطه. كل اللي هنحتاجه ممكن نشتري من السلسله دي بالمتر، او ممكن نجيبها، هي بتتباع انسيال جاهز متركب فيه القفل. ممكن نجيبها بالمتر ونركب فيها قفل من الناحيه دي وحلقه من الناحيه دي عشان نقفل فيها القفل. هنجيب ابره وهنجيب اي لون خيط عندنا، هي مش هتستخدم خيط كتير. هنعمل عقدة البداية وهندخل جوه اول حلقة وبنسحب الخيط وبعد كده بنرتفع غرزة سلسلة. هنعمل جوه كل حلقة، هنا في أول حلقة هنعمل فيها 4 غرزة حشو، 1 2 3 4، وممكن نزود كمان واحدة يبقوا 5، يعني هنعمل في أول واحدة بس 5 غرزة حشو. يكون معانا بالشكل ده كده. ممكن نستخدمها دراع شنطة، ان احنا نجيب دراع شنطة ونعمله بنفس الطريقة. ان احنا بنشتري دراع الحديد ونطعمه برضو بالخيط كده، بيبقى شكله جميل. هننتقل للحلقة اللي بعديها على طول وهنشتغل فيها 3 غرزة حشو، 1 2 3، وهنروح للحلقة اللي بعديها على طول وهنشتغل فيها برضو 3 حشو، 1 2 3. بتدي معانا الشكل ده كده، شكلها جميل. طبعا لسه هنمشي تحتيه من تحت. يبقى احنا كده هنا عملنا كل واحدة، اول واحدة بس عملنا فيها 5 حشو، وفي كل واحدة بعد كده عملنا فيها 3 حشو، 1 2 3. هروح للحلقة اللي بعديها على طول واشتغل فيها 3 حشو، 1 2 3. هشتغل في الحلقة اللي بعديها على طول 3 حشو، 2 كده، 3 وهفضل ماشية كده بنفس الطريقة، ان انا هشتغل في كل واحدة 3 حشو، ما عدا الاولى هي اللي اشتغلت فيها 5 حشو، والاخيرة اشتغلت فيها 5، او الاخيرة برضو هشتغل فيها 5 حشو. وبفضل كده ماشية، هكمل كده لآخر الدور بنفس الطريقة، ان انا هشتغل في كل حلقة 3 حشو، وقبل ما اوصل للحلقة الاخيرة هرجع لكم فيها واريكم نشتغل فيها ازاي. وصلت لنهاية اخر سلسلة واشتغلت في كل واحدة من الحلقات دي 3 حشو. وصلت لآخر واحدة وهشتغل فيها هنا 5 حشو، 1 2
تلاتة أربعة خمسة. وهنا في الحلقة بتاعت الحلقات اللي أنا قلت لكم إن احنا ممكن نركبها عشان نقفل فيها القفل، هعديها. وهشتغل بعديها كمان خمسة حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. يكون معانا بالشكل ده كده. هروح للحلقات اللي بعديها وهشتغل في كل واحدة تلاتة حشو زي ما كنت بشتغل، واحد اتنين تلاتة. واروح للي بعديها برضو واعمل فيها تلاتة حشو، واحد اتنين تلاتة. واللي بعديها على طول برضو هشتغل فيها تلاتة غرزة حشو، كده تلاتة. والحلقة اللي بعديها على طول هشتغل فيها تلاتة حشو، هتبان معانا الحلقة الذهبي من النص كده، شكلها جميلة. نفس الوقت شكل الخيط خلاها شكلها قيمة وحلوة. هفضل ماشية كده بنفس الطريقة ان انا هشتغل في كل غرزة تلاتة حشو لحد ما اوصل لاخر حلقة اللي عملت فيها هنا خمسة حشو. هقول لكم هنشتغل فيها ازاي. وصلت لاخر حلقة بعد ما اشتغلت في كل حلقة تلاتة حشو، يكون معانا بالشكل ده كده. انسيال سهل وبسيط، ولو عملناه دراع شنطة هيبقى شيك طبعا، تحفة في اللبس. هروح عند اخر حلقة وهعمل هنا، كنت عملت خمسة حشو، في اخر حلقة هنا انا عملت فيها عشرة حشو، يبقى ناقص لي كمان خمسة. هشتغل هنا في الحلقة خمسة غرز حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. وهعدي القفل بالشكل ده كده زي ما عديت الحلقات اللي ورا. وهروح عند أول غرزة حشو وأعمل فيها غرزة منزلقة، وارتفع غرزة سلسلة، وأقص الخيط الزيادة، وأسحب السلسلة. طبعا الخيط الزيادة هدخله في الشغل من ورا. لو في ابرة تنظيف عادي ممكن ندخله بابرة التنظيف، هيكون معايا بالشكل ده كده. انسيال سهل وبسيط وتحفة في اللبس. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.